السلامة. مع السلامة حبيبي. ما كنت زمان بطلع ما لقيش مواصلات، كنت برجع تاني عشان ما فيش مواصلة بتوديني للمدرسة. اتعلمت اصلح تكييف، اتعلمت اصلح تلاجة، اتعلمت اصلح تلفزيون، مروحة، اي حاجة. رمز المقاومة عندي ليه شكلين. خدت دورات ازاي اتعامل مع اللغم، كان في الغام في اماكن كتير. انا عمي نصحني يعني وقال لي اي حاجة ما تعرفهاش ما توطيش عليها. كنا في رحلة صيد تمام، وهو كان نظام مثلا حاجة قدام مني ان هي لفت النظر، او ما مسكتها ضربت، حصل لي بتر في ايدي الشمال تمام، وكانت عيني برضك تعبانه ساعتها. التغيير الجديد اللي في العالمين كان من المنظر اللي انا شفته والالغام اللي هي ظهرت بعد مني، كنتش متخيل ان المكان ده يبقى جماعه. البدو او العرب ساهمنا واشتغلنا مع القيادات ومع الشركات العامه، شغل جامد عشان يقدر ان هو يوصل ان هو يطهر البلد دي من الالغام. كناش هنحلم ان دي اللي هتبقى العالمين.